متابعتك لمباراة امبارح وإيه مدى تقاربها ما بين توقعاتك وما بين أرض الواقع؟ لا هو طبعا اول حاجه مبروك المنتخب الاولمبي والجهاز الفني واللاعبين والجمهور. طبعا المكسب امبارح ده كان مكسب مهم جدا بغض النظر عن الاداء، يعني ممكن كنت تأدي بشكل مميز والنتيجه تبقى عكس الاداء، فكان هيبقى الامور صعبه شويه. يمكن المكسب اهم، الاداء ده متوقع، ده طبيعي، بطوله كبيره بحجم البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد بتبقى عليها ضغط عصبي على اللاعبين بشكل كبير، وفي نفس الوقت ان البطوله على ملعبك ووسط جماهيرك دي برضو عامله ضغط وعامله ستريس كبير على اللعيبه، فطبيعي ان الاداء ما يكونش بالمستوى المطلوب يعني. ولكن انا شايف ان المنتخب ادى ماتش كويس، ويمكن الاصابات اللي هي الكتير اللي كانت في المباراه دي برضو اثرت على اداء المنتخب واربكت شويه حسابات الجهاز، ولكن في النهايه ببارك لهم يعني، فوز مهم جدا يعني، الفوز اهم من اي حاجه. هل